بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول مع بعض درس جديد، ألا وهو استنتاج المسقط الثالث من المسقطين. شرحنا قبل كده استنتاج المسقط الثالث من المنظور، والنهاردة هنشتغل في استنتاج المسقط الثالث من المسقطين. بالنسبة لاستنتاج المسقط الثالث من المسقطين له أكثر من طريقة، إحنا هنشرح منهم طريقتين المشهورين، طريقة الـ 45 أو الدوران باستخدام زاوية 45، وطريقة رسم المنظور، ومنه تقدر تستنتج المسقط الثالث. واحد يقول انا اشتغل بقى الطريقه، اشتغل بالطريقه اللي تفهمها والطريقه اللي تحب تشتغل بيها، يعني في كلتا الحالتين كل الطرق تؤدي الى رامع. فانت عايز تشتغل بدي استصقتها وتقدر تشتغل بيها خلاص، عايز تشتغل بالثانيه بتاع رسم المنظور تشتغل خلاص. لكن انا عن نفسي برجح طريقه استنتاج رسم المنظور لانها بتنمي تخيلك اكتر، عشان بالاخص لما تخش في القطاعات انت بتبقى متخيل المنظور. ممكن لو بصيت للمسقطين بعد كده خلاص ما تحتاجش انك ترسم المنظور، تخيلت المنظور بمصادته لمت عقلك اكتر. لكن يعني ده مش هيجري على حد زي ما تحب، عايز تشتغل ب 45 اشتغل، عايز تشتغل بطريقه رسم المنظور اشتغل. بالنسبه لاستنتاج المسقط الثلاثه بيديك حاجه من الاثنين، يا اما بيديك مسقط راسي مسقط جنبي ويطلب منك تستنتج المسقط الافقي، يا اما بيديك مسقط راسي مسقط افقي بيخليك تستنتج الجنبي سواء الجنبي الايسر او الجنبي الاني. في كلتا الحالتين مش هيبقى الاختلاف كبير ولا حاجه، هيبقى حاجه بسيطه جدا يعني. بس برضه لازم نعرف على حاجه قبل ما نبدا في استنتاج المسقط الثلاثه، ان في بعض الحاجات عندك ثابته، ولكن مثلا زي الاسطوانه، عندك الاسطوانه هي خلاص عرفت منها اسطوانه لان المقطع بتاعها في المسقط الافقي داير، فبالتالي دي بتبقى مسقطها ثابت على طول في الناحيه الثانيه، ان هي عباره عن ايه؟ مستطيلين مسقطين ودايره في مسقط، فبدل ما دايره ده مستطيل، وبالتالي المسقط اللي جنبي هنا هيبقى مستطيل. واحد يقول لي طب انت بتقول لنا كده ليه؟ حاجه هنحفظ؟ لا مش هنحفظ، هي حاجه ثابته عشان ما تتوهش نفسك، تبقى شفت ثقب خلاص احط مستطيل او احط ثقب واريح دماغي على طول، ما اقعدش بقى استنتج واقول لا ده ثقب والففه وحاجات كتيره كده. طب ده بالنسبه لدي شكل ثاني اهو، ده مستطيلين عارف منين ان هم دايره او ثقب، ما كاتب عليهم فرع 10 خلاص، يبقى بالتالي هيبقى مسقط هنا. ده بالنسبة لي. نيجي بقى لأول طريقة عندنا اللي هي طريقة ال 45. طريقة ال 45 بالشكل زي ده، مديك المسقط الرأس والمسقط الجنبي. أنا ببقى محدد الإطار اللي بشتغل فيه في المسقط الأفقي أهو. بعمل إيه؟ باجي من قصاده كده وأمشي في 45، وأجي من قصاد المسقط الرأس وأنزل، باجي من قصاده كده وأمشي كده خط أفقي أهو، وأجي من قصاد الخط ده بتاع نهاية المسقط الرأس وأقف لحد النقطة دي. ومنها بشد خط مايل بزاوية 45. الخط ده بقى اللي على اساسه هبدا ارسم المسقط الثالث. ازاي؟ بستخدم الخطوط الافقيه من هنا، الخطوط الافقيه في الشكل دي كلها بمسكها كده احولها لخطوط راسيه هنا. ازاي؟ بتنزل كده خط افقي نزل على الشكل ده، ببدا احوله كده خط راسي واشوف مكانه فين مع الشكل ده. طب واحد يقول ازاي؟ نمسك كده واحده واحده الخط الافقي ده خلاص اهو، بدايته من هنا اهو ونهايته من هنا. ودايما برضه لما تكون جاي من المسقط الجانبي وهتجيب المسقط الافقي بتبدا من فوق لتحت خلاص، انما لو جاي من هنا بتبدا من الشمال لليمين، فنمسك من فوق الخط الافقي ده اهو، بدايته هنا ونهايته هنا، يبقى امشي بيه كده، يبقى له بدايه من هنا ونهايه هنا. طب هيبدا في اي مكان في المسقط قصاد الخط ده؟ الخط ده اهو، يبقى ده بدايته، وما دام له نهايه يبقى له برضه نهايه اهو، يبقى الخط ده اتقسم خطين هنا بناء على ان هو ظاهر في المسقط الراسي خطين. تاني بمسك الخط ده ادوره واشوفه هنا، هل هو نقطه ولا خطين ولا خط؟ لو خط يبقى هيبقى خطين هنا، الخط ده يبقى خطين هنا خلاص. بعد كده الخط الافقي هنا ده، الخط الافقي اللي هنا في المسقط الراسي ده قصاد ده اهو، مع بدايته ومع نهايته، ده بدايته وده نهايته خلاص، رسمت الجزء ده. بعد كده الخط ده او نمسك الدايره دي زي ما احنا لسه قايلين، الدايره دي مكانها فين؟ في منتصف الشكل اهي، يبقى اجي احدد مركزي وادوره بعد المركز بتاعي، هتبان لي هنا ايه؟ مستطيل. من اول فين لحد فين؟ من اول هنا لحد هنا خلاص. واحد تاني ممكن يقول لك لا انا عايز امسكها من البدايه، ادي بدايتها وادي نهايتها اهي، انزل بيه وامشي بهم خطين، يبقى قصاد مين؟ قصاد ده وقصاد ده خلاص. بعد كده انزل بعينك كده وانت نازل في خط افقي اهو، انزل بيه دوره، بدايته فين؟ اهو، ونهايته فين؟ اهو، يبقى بدايته اشد خط منطبق على الخط اللي فات ونهايته اهو. واحد يقول لي طب الخط الافقي ده انزل بيه قصاد الخط ده، نزلت بيه اهو، بدايته مع بدايه الخط ونهايته يبقى مع نهايه الخط، يبقى انت كده تقريبا رسمت الشكل. طب واحد يقول لي طب انا عايز اكمل، الخط ده انزل بيه
افضل واكن بلعب انزل بيه اهو، بدايته من هنا ونهايته هنا، بدايته من هنا اهو ونهايته من هنا، هيبقى منطبق على الجزء. يبقى انت بكل بساطه عرفت ازاي تسلم. طبعا احنا بنشرح الطريقه كطريقه مبسطه كده، عرفت سلم مبسط، وهندي امثله عليها، وان شاء الله امثلتنا هتبقى على حاجتين. اول حاجه رسم المسقط الثالث، وثاني حاجه استنتاج المنظور. نيجي بقى للمسقط الجنبي ده، لما اكون عايز استنتج المسقط الجنبي من مسقطين، الافقي والراسي. بنفس الطريقه انا هحدد المكان اللي هبدا منه المسقط الجنبي، بعمل ايه؟ بنزل منه كده وبنزل قصاد ده، حددت النقطه دي، امشي خط مائل بزاويه 45، اجي من هنا خلاص، اجي قصاد الخط ده، خط الافقي ده همشي بيه كده، هيطلع لي خط راس ده، همشي بيه كده هيطلع لي خط راس اهو. خط الراس هنا هيطلع لي بخط افقي فوق. بعد كده قصاد مين بقى؟ خط الراس اللي هنا ده، كان قصاد خط الراس ده، يعني بدايته من هنا ونهايته من هنا، يبقى ادي خط افقي وادي خط افقي، البدايه والنهايه. طب واحد يقول لي طب والخط ده؟ مع الخط ده كان ماشي مع الخط ده، بدايته من هنا لحد هنا، يبقى بدايته من هنا لحد هنا، يبقى انت رسمت الجزء ده. خدها قاعده انك لما تلاقي خط راسي في المسقط الراسي يبقى هيبان لك على طول مستوى هنا، وكذلك لما اشوف خط افقي في المسقط الراسي هيبان لي هنا مستوى على طول. دي قاعده معاك، بس احنا مش عايزين نحفظها، نمشيها خط خط. بعد كده همشي كده، انا وقفت على مين؟ على الخط ده. الخط ده قصاد مين؟ الخط ده بدايته هنا ونهايته هنا، يبقى تيجي عند بدايته وترسم خط زيه اهو، لما تدوره تيجي عند نهايته وترسم خط زيه. طب الخط الراس ده كان ماشي مع مين؟ مع الخط ده، وبدايه الخط ده من هنا لحد هنا ونهايته من هنا لحد هنا، يبقى انت لقيت الخط ده قصاد كده مع الخط اللي هنا. طب واحد يجي يقول لي طب مشيت الخط ده والخط ده برضه اللي هو بدايته من هنا لحد هنا، اجي في بدايته واشد خط واجي في نهايته واشد خط، موجود قبل كده. طب واحد يقول طب الخطين دول عباره عن ايه؟ هي دايره، تلاقيه كاتب لك عليهم مثلا وليكن فاي ب 20 او 20 فاي، خلاص يبقى مكانه فين؟ السنتر لاين اهو، خد مكان السنتر لاين واطلع بيه قصاد السنتر لاين اللي هنا، يبقى خلاص حددت المركز. تيجي قصاد السنتر لاين ده تمشي بيه كده واطلع بيه هنا، واجي قصاد السنتر لاين ده واحدد المكان المركز اهو، واعمل تاب. يبقى انا خلاص عرفت استنتج المسقط التالت. ده بالنسبة سريعا كده لاستنتاج المسقط الثالث من مسقطين. نيجي لطريقة رسم المنظور، ودي اللي انا بحبها يعني وبفضلها. تبقى انت ماسك مسقط من المسقطين اللي عندك، وليكن المسقط اللي تحس ان هو مفيش خطوط راكبة على بعض، استخدم انت اي مسقط. هاخد انا المسقط ده اعمل فيه ايه؟ ارسمه مايل بزاوية 30. طب واحد يقول لي ادي الموقع اللي هبدأ منه هرسم، ارسمه كده ولا ارسمه كده؟ لو المسقط اللي جنبي على اليمين يبقى ترسم، وهترسم انت الاليفيشن يبقى ارسم الاليفيشن على اليمين اهو، ترسمه مايل بزاويه 30، رسمت المسقط الراس. بعد كده اجي اشوف الخط اللي هنا ده قصاده ايه؟ قصاده خط بدايته من هنا لحد هنا اهو، من اول بدايته لحد نهايته وتقفله، وكذلك الخط اللي هنا ده مع قصاده خط هنا افقي اهو، ترسم خط برضه من بدايته ولحد نهايته اهو وتقفله. طبعا ما تنساش تشد الخط ده اللي هو مين؟ قصاد الخط الافقي ده اللي هو معاك من هنا لحد هنا. وبعد كده ما تنساش تقفل الشكل ده، يبقى انت بكل بساطه رسمت الشكل. ما تنساش بقى الدايره، الدايره اهي خلاص. طب واحد يقول عايز ارسمه من المسقط ده، مفيش اي مشاكل، ارسم المسقط ده، ما دام ده مسقط جنبي ايمن يبقى لما تيجي ترسمه ارسم المسقط ده اهو في الشمال، ارسم خط. بعد كده تعالى بقى بالمسقط ده ابدا ارسمه، اه الخط ده طلع ورا والخط ده طلع هنا، يبقى تنقله كده، يبقى الخط ده كده بدل ما طلعش مكانه هنا قصاد ده هنا، يبقى ترجعه ورا، تمسح ده كده تقوم جاي رسمه ورا كده اهو، تقوم جاي مقفل الشكل بتاعك خلاص. يبقى انت عرفت ازاي ترسمه من ده او من ده، وكذلك من ده او من ده. في الافقي ممكن تلاقي الدنيا معاك صعبه شويه، بس برضه زي ما هنشرح بعد كده. زي ما قلنا ممكن تشتغل بطريقه 45، او ممكن تشتغل
الستيني الشرح ممكن يكون سريع شويه عليك، لكن تابعنا في الامثله تلاقي شرح بقى لكل مثال على حده. هنشرح في فيديو ازاي نستنتج بطريقه ال 45، وهنشرح في فيديو ثاني ازاي نستنتج بطريقه المنظور. نتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.